امن عوادي الكاتبة العامة مساعدة الجامعة العامة للتعليم الأساسي. هذه وقفة تحسيسية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة 8 مارس، وهي للمطالبة بالمصادقة على الاتفاقية 190 اللي صادقت عليها منظمة العمل الدولية في 2019 بمناسبة المئوية. الاتفاقية هذه هي للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. نحن نلاحظوا أن سواء المرأة والرجل يتعرضوا إلى عنف في موقع العمل وإلا في الذهاب للعمل ولا الخروج من العمل ولا في كل حاجة عندها علاقة بالعمل. إذن الاتفاقية هذه المصادقة عليها تكمن أهميتها في أنها ترسي مناخ نتاع احترام متبادل بين العارف والأجير، بين المؤجر والعامل، وبين كل الفاعلين والعاملين في مواقع العمل. هي كذلك معناها تقضي على الظاهرة اللي اتفشت في المجتمع نتاعنا، أساساً المرأة هي الممسوسة فيها، نسبة ترتفع إلى أكثر من 7 على 10 نساء اليوم، وخاصة بعد جائحة الكورونا شفنا اللي فما عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي وجنسي ومادي ومعنوي، كل أشكال العنف. احنا اليوم في تونس مش معقول ان كرامة الإنسان، كرامة العاملة وإلا العاملة العامل، تداس وتهان بأشكال معناها ما نجموش غير نوصفها بأشكال لا إنسانية. هذاك علاش اليوم الاتحاد مع بقية المجتمع المدني الكل يدعو الحكومة التونسية إلى المصادقة على الاتفاقية هذه، حتى ننتقل من معناها عالم العنف والتحرش إلى عامل الاحترام وعالم معناها القدرة على التعامل وقبول الآخر بالاختلاف، وما تكونش حوارنا هو حوار عنف، حوار متاع تسائل متاع تجاذب متاع معناها صراع راقي على مفاهيم على خطط على استراتيجيات على مصالح تونس فقط. نلتقي فيها. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش، أهم ما جاء في هذه الاتفاقية تقريبا؟ أهم ما جاء في هذا الاتفاقية هو كونه باش نعملوا احنا مثلا نثبتوا الاتفاقية هذه. الاتفاقية هذه تنص على شنو؟ على إثبات المرأة في المجتمع المدني، في المجتمع، في الهياكل الإدارية، في المؤسسات العمومية والخاصة، فهمتني؟ المرأة هذه تمثل معناها مساوية مع الرجل. دونك ما نجموش باش نخليوها في سونس اخر، معناها اللي هي باش نقلوا من الحد نتاعها. هي قاعده تؤدي في واجب كما يؤدي فيه الراجل. المراه اليوم ولات موظفه ولا مديرين عامين، نشوفوا في الهياكل كل الهياكل القطاعيه والعامه. دونك لهنا ماذا بينا حتى الرجل اللي بيدوره وقاعد يتعرض على العنف معناها اللفظي والمعنوي، هذا ماذا بينا نقدموا اشواط كبيره ونرتقي بالمستوى نتاع المراه نتاعنا. المراه هذه تمثل حتى الرسول بيدو قال لك اوصيكم بالنساء خيرا. كيفاش احنا كمجتمع مدني ما نقتديوش بالشيء هذا؟ دونك لهنا ماذا بينا نتفاهموا الناس الكل كسلطه تنفيذيه، سواء على الهيكل الاداريه او السلطه التنفيذيه الرئاسيه والحكوميه، معناها هذا كل باش ننظروا نظره عامه ونظره شامله ونمشي الى رقى ما اعلى ما احسن. تحرير موقع كاش ميديا. زميلتي العزيزة، عديد الصحفيات التونسيات تعرضوا للتحرش الجنسي وعديد من الأنواع العنف مورس عليهن في مسيرة 27 فيفري الفارت. اليوم أنت بوصفك الصحفية التونسية جيت باش تقول لا للتحرش بالصحفيات التونسيات. الحقيقة اللي صار يوم مسيرة حركة النهضة نهار السبت هو فضيحة وجريمة في حق زميلاتي
هو لما حالة تم الاعتداء على كل الصحفيين يعني رجالا ونساء بالعنف اللفظي والجسدي، لكن الحادثة اللي كانت معناها صدمة بالنسبة للصحفيين التونسيين هو التحرش بهن من ما يسمى أنصار حركة النهضة أو لجنة تنظيم حركة النهضة. جيت اليوم بمناسبة يعني الوقفة متاع جمعية النساء الديمقراطيات لحث السلطات التونسية على توقيع الاتفاقية الخاصة ببيئة آمنة للنساء في العمل. حبيت نقول راهو حتى الصحفيات يعني يستحقنا بيئة آمنة معناها في العمل، خاطر احنا نخدموا في بيئة غير آمنة إذا كان في المؤسسات العالمية ولا إذا كان في الشارع. الصحفيات كانوا دوما يعني صوت لمن لا صوت له، اليوم لازم الناس تعرف اللي الصحفيات قاعدة تعاني في شتى أنواع التضييق والهرس والانتهاكات. الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتوقف يوما عن الانتصار لقضايا المرأة العاملة، شكل لها لجنة خاصة منذ التسعينات، ثم هيكل العاملات في إطار مكاتب محلية جهوية ووطنية، واعتبر قضايا المرأة منذ ذلك الوقت قضايا أساسية طرحت على طاولات المفاوضات الاجتماعية وبحثت في مختلف المحطات النقابية وفي مختلف الفرص التي أتيحت للاتحاد للتداول أو للحوار أو للتفاوض مع الطرف الإداري. اليوم الاتحاد يدفع بكل قواه في اتجاه المصادقة على الاتفاقية 190 اعتبارا وأن من مزايا المصادقة ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاقية 190، والملائمة يعني إعمال معاول الهدم الحواري في التشريعات القائمة بما يقضي على التمييز وعلى أسباب وموجبات التحرش المنثورة في مختلف الترسانة التشريعية بمختلف مستوياتها. الاتحاد العام التونسي للشغل مصر على أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية، ومن وسائل ذلك تنظيم هكذا وقفات وحملات والتواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة وذات العلاقة للإقناع بواجب المصادقة على هذه الاتفاقية، ومن ثم تبوأ مكانة متقدمة تسمح لتونس بأن تفتخر بنسائها وبأن تفتخر بقوانينها الصائنة لنسائها والحافظة لكرامة النساء والمحترمة لكيان النساء باعتبارهن إنسانات قبل أن يكون نساء. نبيل، تعتقد أنت اليوم من موقعك في تونس 2021 ما زال فما تمييز على أساس الجنس في بلادنا؟ ما زال التمييز قائما وبصور مختلفة. خذي مثالا بسيطا، بعض الانتدابات يشترطوا أن يكون المتقدم بالملف ذكرا. لماذا تغلق أبواب المؤسسة العسكرية أمام النساء مثلا؟ لماذا تغلق بعض المهن على النساء؟ لماذا يشترط في بعض المهن أن تكون غير ملتزمات اجتماعيا؟ التمييز ما زال قائما، أما في مواقع العمل فحدث ولا حرج، وخاصة في القطاع الخاص التمييز يتجسم في مستوى الأجور المختلفة، في مستوى الترقيات التي تتأخر بالنسبة للنساء لكنها تتم في أوقاتها بالنسبة للذكور. مظاهر التمييز عديدة وواجب التصدي لها يبقى قائما، والقضاء عليه لن يكون بالأمر الهين، لابد كمدخل لذلك أن نؤمن الأساس والمتن القانوني الحافظ للمساواة بين النساء والرجال، ثم بعد ذلك نناضل من أجل التخلص من العقلية الذكورية ومن أجل القضاء على العقلية الذكورية التي تمثل الحسن الحصين لكل تمييز يمكن أن تتعرض له المرأة وتقع ضحية له. يسرى فراوس، رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. نساء الديمقراطيات اليوم قاعدين نشوفوا في تونس عدة مظاهر للتحرش بكل أنواعه، ما نحكيوش فقط على التحرش الجنسي واللفظي وما إلى ذلك في بلادنا، وخير دليل على ذلك ما تعرضت له بعض الزميلات الصحفيات في مسيرة السبت المنقضي. أعطينا رأيك. احنا بالنسبة لنا العنف بصفة عامة المسلط على النساء ارتفع في كل المجالات واصبح عنفا مؤسسيا ومهيكلا، يعني العنف وقت اللي يصدر عن برلمان التونسي فهذا عنف الدولة التونسية ضد النساء، العنف وقت اللي يتسلط على الناشطات في التحركات الاحتجاجية فهذا يسمى عنف مؤسسي تمارسه الدولة على مواطناتها، وقت اللي نشوفوا العنف اللي يقع داخل الأسر التونسية خاصة مع فترة الحجر الصحي والإجراءات الضئيلة والتجميلية التي اتخذتها الدولة التونسية تواجه هذا العنف، فإننا نفهم أن الدولة التونسية ليست لديها عقيدة حقيقية للقضاء على هذه الآفة التي تنخر من المجتمع أكثر حتى من وباء الكورونا وتقتل النساء في تونس. وقت اللي نشوفه بالضبط يوم 27 فيفري في مسيرة حركة النهضة أن الصحفيات الخارجات لأداء مهمتهن النبيلة واللي هما ينقلوا في هذه التظاهرة يتعرضوا للتحرش الجنسي ثم يذيل ذلك باعتذار بسيط دون محاسبة الفاعلين، فإنه نفهم أن الإفلات من العقاب هو عقيدة لدى الأحزاب السياسية والأحزاب الحاكمة في بلادنا. بالتالي
وبالتالي اليوم نحن الوقفة الاحتجاجية دعاها الاتحاد العام التونسي للشغل، ونحن كجمعية نسوية دائما تناضل ضد العنف المسلط على النساء وتحسس بخطورة هذه الظاهرة. نعتقد أنه من واجبنا أيضا أن نطالب الدولة التونسية بأكثر ضمانات، منها الاتفاقية عدد 190 لمنظمة العمل الدولية، ولكن نطالبها أكثر بإرادة سياسية وخطاب سياسي وممارسات سياسية واضحة تكافح التحرش سواء ارتكب في الفضاء الخاص أو كذلك في الفضاء العام. هل تعتقدون سيدة يسرى أنه اليوم في تونس برشا يقولوا أنه ما زال فما تمييز في بلادنا؟ مش صحيح، مش كما المرأة كما الرجل، المساواة فقط موجودة صحيح في قوانيننا، عندنا صرح كبير من القوانين في صالح المرأة التونسية، لكن هذا يبقى فقط نظري وليس تطبيقي. أعطينا رأيك. نعتقد أنه هناك مغالطة كبرى تسوق حول النساء التونسيات بأن النساء التونسيات يتمتعن بالمساواة التامة والفعلية، وهذه الحقيقة كذبة من دولة الاستقلال، لأنه لما نفتحوا مجلة الأحوال الشخصية، لما نفتحوا قانون الجنسية، نكتشفوا قديش فما من وجه من أوجه التمييز اللي يستهدف النساء لأنهن نساء. يعني اليوم المرأة التونسية المهر في تونس هو ثمن لشراء المتعة الجنسية من المرأة التونسية بالفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية. اليوم المرأة التونسية هي مرؤوسة داخل العائلة، فصل 23 يجعل رئيس العائلة حكر للزوج. اليوم المرأة التونسية أفقر ما يوجد في هذا البلاد. اليوم فقط عنا 14% من النساء التونسيات قد حجم العمل متاعهم والمساهمة في التنمية وتربية الأسرة وبالتالي التنمية البشرية، النساء هما الوحيدات اللي حافظوا على الأمن الغذائي في أحلك الفترات في تونس، مع ذلك 14% فقط من النساء التونسيات يملكن الأرض. هذا بسبب شنو الفقر؟ هذا بسبب شنو؟ من ضمن الأسباب طبعا سياسات اقتصادية واجتماعية تقوم على التفاوت بين الفئات وبين الجهات، بين النساء، بين الشباب وبين الجهات، ولكن أيضا لأن في إطار قانوني تمييزي يعيد إنتاج التمييز اللي موجود في المجتمع. وقت للدولة اللي تعبر لسانها من خلال القوانين تعتبر النساء أدنى مرتبة، فإنه طبيعي أن المجتمع لا يصحو من التمييز وبالعكس يكرسه في العقليات.